السلام عليكم، اهلا بيكم معايا على قناة وصفات ومنوعات مع فاتن. النهاردة هعمل الكشري اللذيذ ده، هعمله بكل التفاصيل والتكات، هيعجبكم قوي. وهعمل كمان الشطة بتاعت المحلات بطريقة المحلات، حلوة قوي هتعجبكم وسهلة ولذيذة. يلا بقى نشوف هنعملهم ازاي، بس ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل احلى كشري ازاي. اهلا بيكم مرة تانية، ودلوقتي بقى هعمل معاكم الكشري بكل التفاصيل، هيعجبكم قوي. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة هنا عندي الطماطم، بس تكون حمراء ومغسولة طبعا كويس جدا. وعندي كيس من الصلصة، بيخلي طبعا صلصة الطماطم بتاعت الكشري حمراء كده وحلوة. وعندي كمان بصلاية مقطعاها 4 ارباع، هفرمها في الخلاط مع الطماطم. بصلاية حمراء حلوة جدا، بتدي طعم حلو قوي قوي، بتسكر كده الصلصة. وعندي كمان فلفلاية رومي خضرة، طبعا ممكن استبدلها بفلفل حار، بس طبعا بتديني طعم حلو جدا جدا لصلصة الطماطم. وعندي بقى هنا الحمص، انا نقعته من حوالي كده 3-4 ساعات، وطبعا غيرت المية بتاعته 2-3 مرات كده وانا واقفة في المطبخ. هسلقه بقى دلوقتي على نار هادية بشوية ملح وكمون بس كده. وعندي بقى هنا الرز بتاعي، رز طبعا بلدي عادي من ايابة او غسلاه كويس ومتصفي كويس من المية. وعندي بقى هنا طبعا المكرونة اللي هي الزغنونة خالص، تقدروا بقى تستخدموا المكرونة اللي انتوا حابينها او مكرونة اسباجيتي كمان معاها، يعني على حسب الرغبة. وعندي بقى هنا طبعا الشعرية بتاعتي، وعندي العدس بتاعي طبعا منقياه وغسلاه وطبعا متصفي كويس من المية، وكنت نقعاه من قبل كده يعني حوالي ساعة كده في المية، وطبعا مصفياه كويس من المية. وعندي بقى بصلاية حمراء مفرومة ناعم كده زي ما احنا شايفين، هستخدمها مع تحمير الشعرية والرز، طبعا بيدي طعم حلو جدا جدا. وعندي بقى هنا التوابل بتاعتي اللي هستخدمها، ملح وكمون. وعندي بقى طبعا الثوم المفروم، طبعا اساسي علشان صلصة الطماطم بتاعت الكشري. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض ونبدأ. وهحضر بقى صلصة الطماطم العصير وهفرمها في الخلاط وهرجع لكم. اول حاجة دلوقتي هنعمل صلصة الطماطم بتاعت الكشري. جبت حلة على النار وحطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت، واول ما الزيت ده هيسخن هروح نازلة على طول بالثوم المفروم بتاعي زي ما احنا شايفين كده. الله بقى على الريحة، علشان كمان اديله نكهة حلوة قوي، ريحة الكمون. هنزل بقى بالكمون بتاعي كده وهقلب كده تقلبتين يدوبك، اشم بس ريحة الثوم يصفر كده حاجة بسيطة. وبعدين هنزل على طول بعصير الطماطم بتاعي. ومجهزة كمان كيس الصلصة، هنزل بيه بقى دلوقتي هفضيه كله، بيدي كده لون حلو قوي لصلصة الكشري. وهحط الملح بقى وهفضي كيس الصلصة بتاعي، بيدي لون حلو جدا جدا. انا هنا بستخدم الكيس علشان طبعا يعني اما بجيب برطمان بيقعد كتير عندي والوش بتاعه كده ساعات بيبوظ مني، انا بحب استخدم الاكياس، بتبقى كده مرة واحدة وخلاص، وبتبقى مقفلة كويس وبتبقى حلوة جدا في حفظ الصلصة. دلوقتي بقى هقلب كويس وهغطي الحلة، هتاخد حوالي نص ساعة قبل ما تتسبك، وهرجع لكم تاني خليكم معايا. ورجعت لكم تاني، ودلوقتي بقى بعمل الرز بالشعرية. اول حاجة جبت حلة على النار وفيها معلقة زيت سخن، ونزلت بالبصلاية الحمراء المفرومة وبشوح فيها كده شوية، يدوبك بس تدبل حبة صغيرين كده. الخطوة دي حلوة قوي، بتدي طعم حلو جدا جدا للرز بالشعرية بتاع الكشري.
بيبقى حلو وطعمه تحفة قوي لما بتحطي بصلاية مفرومة كده وبتحمريها. دلوقتي نزلت برشة ملح كده بسيطة على البصل، علشان طبعا الملح بيخلي البصلة تدبل بسرعة وتساعد على الدبلان. دلوقتي بقى انا بقلبها شوية كده، وبعدين هنزل بالشعرية على طول علشان احمرها معاها. ضروري قوي انك تحطي بصلايه مع الشعريه، بتدي طعم حلو قوي وتحفه تحفه بجد، هيعجبكم قوي، لازم تجربوها بالخطوه دي. لو ما حطيتيش بصل بيبقى الرز عادي، اكنه كده الرز العادي اللي بتعملوه بالشعريه، بس طبعا البصل بيدي طعم حلو قوي قوي، علشان طبعا رز الكشري بيبقى مميز. طبعا دلوقتي انا نزلت بالشعريه، هقلب بقى فيها شويه وهرجع لكم، خليكم معايا. ودلوقتي حبايبي بقى حمرت الشعريه مع البصل زي ما احنا شايفين كده، ونزلت بقى بالرز بتاعي، وحطيت بقى ميه في الكاتل كده زي ما احنا شايفين، وهستنى بقى لما تغلي، وبعدين هدي للرز كده تقلبتين زي ما احنا شايفين كده. ريحته بجد حلوه جدا جدا مع البصل اللي اتحمر مع الشعريه، بيدي كده طعم حلو قوي للرز بتاع الكشري. هنزل بقى دلوقتي بالملح والكمون بتاعي، وبعدين هنزل بالميه المغليه يدوبك بس كده، اغطي سطح الرز، وبعدين اول ما هيغلي طبعا غلوتين كده هروح مهديه النار خالص عليه، واسيبه بقى يتشرب، يعني هياخد كده حوالي برضو 20 دقيقة مش اكتر، وهرجع لكم تاني. ونخلي بالنا انا هدي النار كويس جدا وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. ودلوقتي حبايبي هعمل بقى العدس على جنب كده، زي ما قلت لكم كنت نقعاه قبل كده حوالي ساعة وغسلته وصفيته كويس، دلوقتي بقى حطيته في مية، واول ما هيغلي كده على النار، ونخلي بالنا العدس المية يدوبك كده مغطية السطح بتاع العدس زي ما احنا شايفين، وحطيت له دلوقتي شوية ملح وكمون وهقلبه، وبعدين هغطي عليه بقى يستوي ويفلفل براحته حوالي كده ربع ساعة او 20 دقيقة، وهرجع لكم خليكم معايا. ودلوقتي بقى هنسلق المكرونة مع بعض. جبت بقى حلة على النار وفيها مية بتغلي، وحطيت فيها معلقة من الزيت ورشة ملح، وهنزل بقى بالمكرونة بتاعتي كده، وهقلب فيها بقى كده شوية، يعني على النار كده حوالي 10 دقايق هتستوي، وهرجع لكم تاني خليكم معايا. ودلوقتي بقى اهم حاجة هعمل الشطة زي بتاعة المحلات بالظبط. دلوقتي جبت بقى حلة صغيرة ومعلقة زيت سخن، ونزلت فيها بفصين من الثوم المفروم، يدوبك بس اشم ريحته كده ما يحمرش خالص ولا حاجة، وهنزل بمعلقة كبيرة من الشطة على الزيت كده والثوم، وهقلبه تقلبتين كده، وطبعا على حسب الرغبة زي ما انتوا عاوزين، عاوزين تزودوا الشطة براحتكم خالص، بس انا هنا مش عايزاها حر قوي، علشان طبعا يعني الشطة بقى بتبقى جامدة وكده زي ما احنا عارفين، انا حطيت بس معلقة بس من الشطة، ممكن تزودوا. ودلوقتي بقى هنزل عليها بصلصة الطماطم اللي عملناها مع بعض، صلصة الكشري، هديها بقى كده كبشتين كده تلاتة على حسب ما انت عايزة بقى تزودي تقللي براحتك، علشان طبعا ما تبقاش حراقة قوي، وحلوة قوي هتعجبكم، جربوها زي الشطة بتاعت المحلات بالظبط، واحلى كمان بكتير جدا، جربوها هتعجبكم قوي كده. بقى الشطة بتاعتي خلصت، يدوبك بقى هديها كده تقلبتين وغلوة واحدة، وهطفي عليها النار وبس كده، تابعوني لآخر الفيديو. ودلوقتي حبايبي خلصت بقى الكشري، بصوا ما شاء الله شكله يفتح النفس وحلو جدا وريحته روعة، لازم تجربوه بقى وتقولولي رأيكم.
وعملت كمان التقليه. بصوا التقليه مقرمشه ازاي وشكلها حلو، معلش انا نسيت اصورها، بس هقول لكم عملتها ازاي. جبت البصلايه وقطعتها شرايح كده زي الشيبسي في المكنه بتاعت الشيبسي في المبشره، وقليتها في زيت غزير لغايه لما احمرت، وطلعتها على ورق مطبخ بس كده، وبقت مقرمشه معايا وحلوه زي ما احنا شايفين كده. وعملت كمان الدقه، مكوناتها بسيطه جدا، هكتبها لكم في صندوق الوصف. هي ثوم مفروم وليمون وملح وكمون بس كده. وحطيت بقى العدس على جنب، وحطيت الشطه اللي عملناها مع بعض على جنب كده في طبق، وحطيت كمان الصلصه قدمتها في طبق كده على جنب زي ما احنا شايفين، وطبق الكشري بقى كده، وحطيت بقى الحمص الجميل ده، هيعجبكم قوي، لازم تجربوه بقى وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. واستنوني في فيديو جديد على قناتي وصفات ومنوعات مع فاتن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.